تحسي ان التكريم مش بالسن ولا بالخبره ولا بالعمر، لكن بايه كمان؟ بالتميز. لان انا لما جم تميز. يعني لما جم قالوا لمديرتي استاذه عايده، لما جت قالت لها انا عايزه اكرم شيرين عشان هي متميزه وبتقول انشطه وبتقول قران وهي فويس اوفر عندكم وهي كذا. فكمان التكريم مش بالتميز، يعني مثلا مش عشان مثلا انا كفيفه او عشان مثلا في اعاقات اخرى فلازم نكرمهم عشان احنا مهتمين دلوقتي بمسيره الاعاقه. لا، ده احنا دلوقتي دي نقطة بنقول مهمة قوي يا شيرين. بنقول فعلا كرموا نفسكم، الانسان لازم يكرم نفسه بعمله عشان الناس من غير ما يعرف هتكرمه. وده اللي حصل. انا حقيقي معرفش. وبعدين ده انا نفسي افتح كده باب للرساله كده لكل المكفوفين بشكل خاص طبعا والمعاقين بشكل عام. تشوفيش الفرحه اللي جواهم كانت امبارح قد ايه، وهم بيحيوني كلهم وان هم نفسهم يبقوا زيك وفي مكانك. هم احسن مني طبعا، بس فكره ان انا عايزه اقول دايما احنا نكرم نفسنا بنفسنا. ازاي ممكن نكرم نفسنا بنفسنا؟ بعملنا بإرادتنا ان احنا نشوف ايه اللي المجتمع شايف ان احنا ما نعرفش نعمله ونتعلم. يعني انا مهندسه صوت، مش انا كشيرين عشان انا كشيرين، احنا كلنا كمكفوفين احنا مهندسين صوت. وفي اساتذه عندنا في هندسه طبعًا الصوت، دكتور احمد عبد الظاهر واستاذ حسام عبد التواب، احنا مكفوفين ولينا قوات مسلحه مفتوح بناخد فيها كورسات. احنا فويس اوفر، احنا مذيعين. حتى لما كنت بكلم فخامه الرئيس السيسي كنت بقول له ان انا نفسي ابقى مذيعه، وحتى كاتبه زجل بيعبر عن ده، كاتباه برايل عشان عايزه كل الناس تشوف. طب ما تقولي لي انت معاكي؟ انا جايباه ده، انا ده لما مش هياخد مننا دقيقه. اولا انا بس الدقايق اللي انت عايزاها اشكري. انا بس الاول عايزه الناس تشوف الورقه. معلش لو هي التنس عشان انا حاطه عليها المسطره. عايزه الناس تشوف المسطره اللي بكتب بيها، انا مجهزاها. عايزه الناس تشوف القلم ده اللي انا بكتب بيه، وهو ده اللي انا هقدر اعمل بيه كل حاجه. فانا هقرا الزجل اللي انا كان نفسي اقوله ساعتها في الحفله بس طبعا عشان الوقت، لكن فخوره ان انا بقراه معاكم. يعني اتفضلي. بيقول على فكره ده من تاليفي، تمام؟ ودي من ضمن الاسباب اللي انا اتكرمت، بس مش عشان الزجل ده، انا كنت بالف اسجال اخرى للام وللمراه وكده. بقول في الزجل ده: ازيك يا ريس، كل عيد يمر عليك وانت بالف خير، يا رب تقبل تهنئتي. كان نفسي اشوفك بعيني بس شايفاك بقلبي، نصير للمرأة وذوي الهمم، وعشان كده قلت اطمن وبقلب واثق ومطمن اطلب طلبي. انا نفسي ابقى مذيعة، اقرا نشرة اخبار، اقدم برنامج اناقش فيه كل المشاكل الاجتماعية والقضايا والافكار، او تعليق صوتي على فيلم، او اغطي بصوتي تفاصيل حفلة اسمعك فيها وتسمعني. تسألني ازاي وانتي مش شايفة الكلام؟ أقولك بكل ابتسامة وثقة وشكر للسؤال والاهتمام: طريقة برايل. أيوة، طريقة برايل هي قوتي وسلاحي، أقرأ بيها بسرعة وعبر بيها عن كل الكلام. أنا واثقة رغم انشغالك في أمور مهمة وكتيرة إنك هتسمع رسالتي وتقبل بحق دعمك لينا طلبي. أنا عايزة أكون مشهورة مش عشان أزود دخلي، لأ، عشان أشرفك وأشرف أولادي وأهلي وبلدي. أشكرك يا ريس، أشكرك يا ريس باسم ذوي الهمم لدعمك ومساعدتك لينا. هنحلم ونحقق حلمك وحلمنا، ونكون قد اهتمامك ونضج فكرك ورقي سموك يا ريس. شكرا يا ريس، شكرا دايما لمجهودك ووقتك. الله عليك يا شيرين، برافو عليكي والله، برافو وميرسي انك انت ورتينا.